ليش نهار نرجع ننسى اللي صار بهالمدينة اللي سكنها الحزن والدمار. مع كل نسمة هوى تحلى العبارة على راديو جوا خفة وشطارة. هاي أنا ريتا بشارة، اسمعون الأربعة 21 نيسان الساعة 7 المساء ضمن برنامج شخصيات من لبنان بلقاء مع الملقب بخوليو العرب المطرب والممثل المسرح اللبناني غسان صليبة. أحب أحييكم للإذاعة جميعا ولأجوب كمان كل اللي يعطيه العافية على كل هالنشاط والاستمرارية بالإذاعة ومش عيني بهذه الظروف، وبشكرك لك على الحوار معي وعلى الاستضافة، وبتمنى لكم أيام سعيدة إن شاء الله. أجمل تحليل أعداد وتقديم لريت أبشار. معقولش نهار نرجع ننسى اللي صار بهالمدينة اللي سكن